الصحه والجمال. كوم مستشارك الطبي، معكم دكتور وائل سيد احمد نصر، اخصائي اطفال حديثي الولاده. النهارده هنتكلم في الحلقه ان شاء الله باذن الله عن ما هي الحضانات، الحضانات واطفال حديثي الولاده. فما هي الحضانه؟ سؤال كتير بتطرحه بعض الامهات، انا ابني هيحتاج حضانه ولا لا؟ طب الحضانه عباره عن ايه؟ الحضانه ما هي الا واحده، في الغالب تبقى في مستشفى او احيانا بتبقى في مركز طبي منفصل او مستقل لوحده كمركز حضانات. الوحده ده هيت ليها مقومات كتيره. اول حاجه العنصر البشري اللي بيعمل داخل وحده الحضانه، وده في الغالب بيبقى عباره عن الاستشاريين، وده بيبقى صف كل على حده، سواء اذا كان استشاري جراحه، طبعا استشاري الاطفال، استشاري كارديو او القلب، استشاري مخ واعصاب. والاستشاريين دولت اللي بيقوموا بالدور الاشرافي على الحضانه وعلى الاطباء المقيمين او الاخصائيين المقيمين والنواب، زائد التمريض، هيئه التمريض، سواء اذا كانت رئاسه التمريض او التمريض اللي بيبقى مقيم على الاطفال. ده بالنسبه للعنصر البشري اللي بيقوم برعايه الاطفال اللي هم بيحتاجوا اشد المساعده مننا. طيب ايه تاني بيبقى موجود في الحضانه؟ الوحده دي بيبقى موجود فيها اجهزه، والاجهزه ده هيت بتبقى عاليه جدا، بتقوم بوظائف كتيره للطفل. فمثلا بيبقى موجود اهم حاجه جهاز التنفس الصناعي. جهاز التنفس الصناعي اللي هو الميكانيكال فنتيليشن، ده جهاز مهم جدا ان هو يبقى موجود في الحضانه، لان ده بيبقى سيفنج لايف، بيحمي حياه الطفل لما بنوصل لمرحله من الصعوبه فيها ان هو ياخد نفسه لوحده. الجهاز ده هو بيقوم بوظيفه مهمه جدا، اللي هي ضخ الهواء مخلوط بالاكسجين بنسب معينه داخل رئه الطفل، عن طريق تركيب حاجه اسمها تيوب او انبوبه حنجريه داخل الحنجره، وبنبدا الاطباء يظبطوا الجهاز او يظبطوا الجهاز على نسبه هواء معينه مخلوطه بنسبه اكسجين معينه مخلوطه تحت ضغط معين، ويبدا شهيق وزفير بمعدلات معينه. الجهاز اللي يجي تحت منه في الكلام ده جهاز اسمه السباب. عندنا جهاز السباب ده جهاز اسمه جهاز تنفس صناعي جزئي، او المحافظة على بوزيتيف بريشر، ضغط منتظم داخل مجرى الهواء للطفل. بعد كده يجي طبعا الاكسجين العادي او النيزل برونج العادي. بعد كده يجي عندنا اجهزة تابعة للحضانة، زي حاجة اسمها السيرنج بامب. السيرنج بامب ده جهاز بيبقى موجود بيتحط فيه المحاليل بصوره معينه. المحاليل ده هي اللي هي بتخش داخل الوريد بالنسبه للطفل، وبناء على الجهاز ده بنقدر نظبط المعدلات دي. طيب بيبقى موجود ايه تاني؟ احنا كنا اتكلمنا في حلقه سابقه عن الصفره، فطبعا بيبقى موجود الضوء الطبي اللي هو الضوء الازرق، وده بيبقى موجود لان اغلبيه الاطفال بيبقوا في الحضانه لازم بيصابوا بصفره. طبعا اهم حاجه بيبقى موجود عندنا اجهزه اسمها المونيتور. المونيتور ديت هي عباره عن اجهزه بتقيس العلامات الحيويه للطفل. يعني ايه علامات حيويه للطفل؟ يعني معدل تشبع الجسم بالاكسجين، يعني معدل ضربات القلب، معدل التنفس. الكلام ده كله ليه معطيات. الويفز او الشكل بتاع معدل ضربات القلب ده كله بيتم مراقبته عن طريق حاجه اسمها المونيتورز. طبعا زائد الحاجه الاساسيه بتاعتنا اللي هي الانكيوبيتورز، او الوحده الاساسيه اللي بتبقى ده كله دعم ليها خارجي، اللي هو بيبقى داخلها الطفل، اللي هي الانكيوبيتور. الانكيوبيتور ديت ما هي الا مهد او سرير داخل جهاز. الجهاز دوت بيحاول يحافظ على درجة حرارة جسم معينة للطفل، ويحافظ على درجة رطوبة معينة للطفل، زائد ان هو مع الرطوبة والحرارة بيبدأ يكيف وضع نومة الطفل بصورة معينة او بطريقة معينة حسب احتياجنا كأطباء للوضعية دهية. طيب الأجهزة دي الكتيرة دي والناس الكتيرة دي بتعمل ايه في الحضانة؟ بتوفر مجموعة خدمات للطفل. خدمة الرعاية المركزة الحرجة، ودي الأطفال اللي هي بتبقى حالتهم حرجة جدا. بعد كده تيجي الخدمة اللي بعدها اللي هي الـ HD.
اللي هي الرعاية الفائقة، وده في الغالب بيبقى طفل تجاوز الرعاية الحرجة بتاعته وبدأ يخش في المرحلة اللي بعد كده، فهي تبقى رعاية فائقة. زائد الخدمة الثالثة اللي هي الطفل الذي يكتسب وزن فقط أو موجود من أجل النمو والوزن، وديت اللي اسمها الخدمات الخاصة. طيب الأم لما بتشوف الطفل بالمنظر ده والأجهزة الكتيرة دهيت، بيبقى منظر مخيف، زائد وجود أنابيب معدية وقساطر شفط ودريلات، الكلام ده كله بيبقى متوصل بالطفل، خراطيم وسلوك وأجهزة. حالة الهلع أو حالة الخوف ديت نحب نطمن الأم فيها إن ديت مفيش أي داعي منها. أنت في المعتاد طبعا مفيش حاجة تقدر تعوض حنان الأم، مفيش حاجة تقدر تعوض الاعتناء أو العناية بتاعت الأم. معنا اتصال، أستاذ هيثم من القاهرة، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور. يا أهلا وسهلا. بس في استفسار بس كده، انا مراتي حامل وعلى يعني على وش ولاده كده، فعايز بس اتجنب موضوع الحضانه دوت، يعني تمام نعمل ايه؟ تمام، في اي استفسار تاني؟ شكرا يا دكتور. العفو العفو. هو طبعا طبعا هو بيسال سؤال مهم، هو خايف ان ابنه او بنته ان شاء الله باذن الله هيشرفوا للدنيا ويكون ولاده سعيده ان شاء الله يخش حضانه. انا يعني في عجاله احب اجاوب على السؤال ده واقول ان مهم جدا عندنا، علشان اول خطوات ان نتجنب دخول الحضانه هي المتابعه الجيده عند طبيب نساء او طبيبه نساء جيده. مهم جدا ان انا كأم ابقى عارفه ان انا رايحه اعمل ايه في المتابعه. المفروض ان انا ابقى عارفه كويس قوي ان انا رايحه عشان اشوف الضغط بتاعي وصل لغايه كام او وصل لغايه فين، بيرتفع بينخفض ثابت. مهم ان انا اعرف معدل السكر في الدم بتاعي وصل لغايه فين. مهم جدا ان اعرف الوزن بتاعي بيزيد، وهل يا ترى الطفل بيكتسب وزن ولا انا وزني بس اللي بيزيد. مهم ان انا اعرف اي مشاكل اخرى بتطرأ عليا، زي اذا كان في ميه بتنزل او في دم بينزل. الحاجات دي كلها لما بنروح نتابع فيها في عياده النساء نقدر نشوف الدنيا ماشيه ازاي، نقدر نتجنب المشاكل اللي ممكن تدخلنا في طفل مبتسر او ولاده مبكره تدخلنا الحضانه. فالف ب هي المتابعة الجيدة في عيادة النساء. نرجع لموضوعنا تاني، اللي هو ما هو الحضانة. احنا قلنا ان الاجهزة بتبقى شكلها مش كويس او مش لطيف وشكلها مرعب بالنسبة للام، وقلنا ان الام تطمن مفيش بديل ليها، الحضانة لا تعوض رحم الام ولكن هي وسيلة مساعدة. فنحب نطمنها ان الاجهزة كتير دي عشان نحاول بس نساعد الطفل نوصل لوسيلة مساعدة ان احنا نعدي بيه بر الامان. طيب ايه هي اسباب دخول الاطفال الحضانه؟ احنا عندنا سببين رئيسيين، سبب يتعلق بالام وسبب يتعلق بالطفل. معانا صور الاجهزه برضو، نحب نشوف الصور دهيت. اول صوره تظهر قدامنا للشاشه ده جهاز التنفس الصناعي اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو بيضخ الهواء الاير مخلوط بالاكسجين تحت ضغط معين بتايد فاليوم معين باسلوب معين بفريكوانسي او بمعدلات معينه ان احنا بنتحكم فيها، ودي بتبقى في الحالات اللي الطفل خلاص فشل ان ياخد التنفس عن طريق الرئه لوحده. تمام، دي السيرنج بامب اللي اتكلمنا عنها، دي تو ويز، دي اللي بنظبط فيها المحاليل بتاعتنا بمعدلات معينه عشان تقدر تخش الوريد بتاع الطفل وفقا للمعايير او المقاييس اللي احنا حطيناها والمعدلات اللي احنا حسبناها، مرتبطه بالوزن بتاع الطفل، بالحاله الصحيه، بكميه الجرامات اللي انا عايزها تخش، ودي بتبقى محاسبات ومعادلات طويله بنتعمل قبل ما نبدا نشغلها. معانا برضو صوره اخرى، ده المونيتورز اللي احنا كنا بنتكلم عليه. المونيتورز ده فيه مجموعه ارقام بنقدر نعرف منها معدل تشبع الدم بالاكسجين، عدد ضربات القلب، الويفز اللي بتبقى قدامنا دي بنقدر نعرف فيها الفريكوانسي او طريقه اخدان التنفس سليمه او لا، بنقدر نعرف فيها معدل ضربات القلب سليم ولا لا. جهه الاجهزه المراقبه اللي نقدر نشوف الفايتال ساين اللي هي العلامات الحيويه بتاعه الطفل، برضو احيانا بيظهر فيها الحراره، بيظهر فيها البلاد بريشر الضغط بتاع الطفل. نشوف برضو جهاز تاني، ده جهاز مهم جدا بيبقى موجود في الحضانه، المفروض كل حضانه يبقى موجود فيها الجهاز ده. ده اسمه جهاز اي بي جي او كابيلاري سي بي جي. يعني ايه؟ ده جهاز بيقيس الغازات بالدم وبنقدر نعرف منه اذا كان الطفل ده هوت الغازات معدلها ماشي ازاي وعاليه في اتجاه ايه، ونبدا نعدل المشاكل دي. شوف برضو جهاز تاني هو موجود،
دي الوحده بقى نفسها، وحده الحضانه، المهد اللي بيبقى فيه الطفل. في ناس كتير قوي بتبقى معتقده ان ده مكان رحم الام، هو سبحان الله ما فيش بديل عن رحم الام طبعا، بس ده بنحاول نوصل بيه الى اكثر درجه ممكنه من الكمال. دي المفروض ان هو بيحاول يحافظ على درجه الحراره بتاعت الطفل، بيحاول يحافظ على معدلات الرطوبه، بيحاول يحافظ على وضعيه النوم بتاعت الطفل، بتبقى متوصله بسنسورز نعرف درجه حراره الانكوبيتر ذات نفسها، الحضانه ذات نفسها، بمقارنه درجه حراره الطفل عشان نبدا نعدلها. تمام، ده جهاز النيوبلايزر، وده بيبقى موجود في الحضانه عشان بيتعمل بيه الجلسات. ده التراسونيك نيوبلايزر، تمام، بيتعمل بيه الجلسات للرئه للطفل، لان احنا هنتكلم فيها اسباب طبعا دخول الحضانه. ناخد معنا اتصال ابو سامه معنا من القاهره. الو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو دكتور، حضرتك المدام بتحكي لك في الثامن. يا ريت ابو سامه بس ماشي تعلي صوتك. ايوه دكتور. ايوه المدام في الثامن. تمام تمام، فكانت عامله صلاه الابعاد من 3 ايام. تمام، فدلوقتي الدكتور يعني هي خلاص طلعت عليها علامات الولاده، فهل في الثامن ده وطبعا هو كيلو 800 جرام، فهل يحتاج حضانه يعني ولا؟ هو اولا تحديد الوزن عن طريق السونار في الغالب بيبقى وزن مش محدد بدقة. تمام، انت عندك استفسار تاني يا ابو سامة؟ ماشي تمام. تمام، تحديد الوزن في السونار ده بيبقى مش دقيق قوي، لان ده بيعتمد على معادلات حسابية. تمام، ده بيبقى معادلات حسابية، المعادلات الحسابية ديت بيحدد عن طريقها الوزن، فبيبقى وزن تقريبي، فاحنا ما بنعتمدش قوي كدكاترة الاطفال على وزن السونار لما بيجي لنا تقرير السونار ذات نفسه. ديت حاجة، كون العلامات الولادة بدأت تظهر في الشهر الثامن، ده معناه ان هي لازم تبقى فيه جيدة جدا مع عيادة النساء او مع طبيب النساء الخاص بيها عشان نعرف علامات الولادة ديت، هل يا ترى هنقدر نكتزها ولا لا. طبعا لو حصل ولادة، ودي هتبقى ولادة مبكرة في الشهر الثامن ان شاء الله باذن الله ما يحصلش، في نسبة احتمالية دخول حضانة، بس الاول نحاول نتجنب الولادة المبكرة دي على قد ما نقدر، وطبعا طبيب النساء ان شاء الله باذن الله هيعمل اللازم في الحالة ده هي. وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ويستر. نيجي معانا بقى مره تانية نتكلم على اسباب دخول الطفل الحضانه. احنا قلنا اسباب متعلقه بالام وفي اسباب متعلقه بالطفل. الاسباب المتعلقه بالام زي ما من قليل كده كان بيتكلم ان علامات الولاده المبكره، اللي هي ظهور بدايه ظهور علامات الولاده او ظهور الولاده المبكره. في سيدات كتير بتبدا الولاده المبكره عندهم بدري عن ميعادها، ودي بتبقى اسباب غير معروفه. لكن في اسباب تانية بيبقى لازم فيها يحصل حاجه اسمها الترمينيشن، او ان احنا لازم نتدخل لان تحصل ولاده، في الغالب تبقى قيصريه، او ان الطفل ده لازم ينزل. حالات زي ايه؟ حالات اللي بيتعرض فيها صحه الطفل او استمرار الحمل مع حياه الام، زي الارتفاع الشديد جدا في ضغط الدم، او ارتفاع شديد في السكر، او تسمم الدم هو البري اكلامزيا اللي هو بيبقى ارتفاع السكر مع الزلال. في الحالات ده هي بيبقى طبيب النساء قهريا مضطر ان هو طبعا يعمل ترمينيشن، ان الطفل يخش في ولاده قيصريه ونبدا ان الطفل ينزل. حالات الحوادث الاكسيدنتال، يعني ايه حالات الحوادث؟ يعني لا قدر الله لسبب ما مثلا حصل نزيف نتيجه ان الام وجدت في العمل او وقعت او حصل حادث ما، فبيبدا يحصل نزيف. النزيف ده بيخلي الام للاسف تخش في ولاده مبكرا. بيحصل نتيجه لده حاجات كتيرة جدا، ايه هي؟ ان الطفل بيبقى ساعتها ناقص الوزن والعمر الرحمي. طيب ايه المشاكل اللي بتؤدي برضو الى دخول الحضانة؟ المشاكل اللي فاتت اللي متعلقة بالام دي بتؤدي الى وجود ولادة مبكرة، فنخش في الطفل اللي هو المبتسر. يبقى عندنا من اول اسباب لدخول الحضانة الطفل المبتسر، اللي هي باللغة العربية الخدش. يعني ايه الطفل المبتسر؟ احنا الطفل المبتسر هو الطفل اللي تم ولادته مبكرا عن ميعاده. تمام، الطفل المبتسر اللي اتولد مبكرا عن ميعاده بيبقى في الغالب الوزن اقل من المعدلات الطبيعيه. طب ايه هي المعدلات الطبيعيه للوزن يا دكتور؟ المعدلات الطبيعيه بالنسبه لنا للوزن هو اللي بيبقى الوزن فيها من 3 كيلو ل 3 كيلو ونص، ده وزن الطفل الطبيعي. طيب لما بيحصل ولاده مبكره ده معناته ان بيبقى الوزن اقل من كده. تمام، وده اللي بنقول عليه عدم اكتمال العمر الرحمي والوزن. ديت نقطه. طب في اطفال بيبقى اسمهم اي جي ار، اللي هو بيبقى الوزن بتاعهم غير متناسب مع العمر الرحمي.
في الحالة ده هي بتبقى نتيجة عن ان الطفل ده لم يتم ايصال المواد الغذائية عن طريق المشيمة بصورة جيدة، اما لمشكلة في المشيمة او مشكلة في الحبل السري، كأن هو بيبقى حاجة اسمها كلاسيفيكيشن تيبس او تكلس الحبل السري، فبتبدأ المواد الغذائية توصل بصورة اقل، فيبدأ وزنه يفضل اقل من الوزن اللي المفروض يبقى فيه في العمر الرحم بتاعه. طيب ده اسمه برضه طفل مبتسر او طفل ناقص في الوزن. طيب احنا نقدر نقول ايه هو العمر الرحمي؟ العمر الرحمي هو 40 اسبوع حمل. في حالة ان الام تولد اقل من 40، يعني احنا نقدر بنسميها او بنقسمها من 40 ل 39 ل 38 متنازل، تمام، دي ولادة نعتبر في اذا نورمال في المعدلات الطبيعية. لكن نبدأ نقول ان الطفل ده نير تيرم او قريب من العمر الطبيعي، ده قريب لما تبقى الولادة 37 اسبوع او 36 اسبوع. ابتداء من 35 اسبوع واحنا نازلين بقى لتحت، دي اسمها ولادة مبكرة، طفل مبتسر ناقص العمر الرحمي، بيبقى في الغالب برضو ناقص الوزن. طيب ايه من الاسباب الاخرى اللي بتؤدي الى دخول الطفل الحضانة؟ احنا عندنا مشاكل التنفس. طبعا في مفهوم شائع جدا بيحصل او بيخطأ، ان الاهالي او الناس معتقدة ان الطفل بيخش الحضانة هو الطفل بس الناقص. يقول لك انا طفل يا دكتور مش ناقص، مش عاوز ادخله الحضانة. لا، هو مش داخل الحضانة عشان هو ناقص، هو ممكن يكون مولود فول تيرم في ميعاده الطبيعي في وزنه وسنه الطبيعي، بس للأسف عنده مشاكل تانية خالص. المشاكل ديت ممكن تكون مشاكل في التنفس، في امراض كتيرة قوي بتولد بيها الاطفال ودي شائعة اسمها الارضية او الارضي اس، تمام، اللي هي الصعوبة في التنفس بدرجاتها. المشاكل دهيت اللي بتحصل عنها او بينتج عنها دخول الطفل الحضانة. طيب في مشاكل بتبقى في المخ والاعصاب او نزيف في المخ، دي بيؤدي الى دخول الطفل في الحضانة. جماعة احنا لازم نبقى متفقين ان دخول الحضانة دي وسيلة لمساعدة الطفل، ده زي سرير الحجز في المستشفى بس في الرعاية المركزة للاطفال حديث الولادة اللي هم لسه مولودين. نقطة تانية، عندنا أمراض القلب، في أطفال كتيرة بيتولدوا بمشاكل في عضلة القلب أو مشاكل في أمراض القلب، وديت بنحتاج ندخلهم الحضانة لأجل الرعاية الطبية عشان عضلة القلب أو من أجل القلب. مشاكل في العيون، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الصفراء ومشاكل الصفراء بتؤدي لدخول الحضانة، اللي هي اليرقان أو الصفراء. طبعا فقر الدم أو الأنيميا، يعني الطفل ممكن يخش الحضانة عشان يتم نقل دم ليه أو نقل بلازما أو نقل أي عناصر من عناصر الدم عشان هو عنده مشكلة فيها. طبعا في مشاكل، معنا اتصال من استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا يعني ابني في الحضانه وكده، ويعني ايه اللي احنا نعمله بقى وهو كده في الحضانه كل شويه بنبص عليه وكده، وبعد ما يطلع يعني في حاجات ممكن نعملها يعني ولا ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي احنا نعملها بعد ما يطلع؟ هو يعني في اي استفسار تاني لحضرتك؟ طيب وجود الطفل في الحضانه، وجود الطفل في الحضانة دور الأهل بينحصر على المتابعة. المتابعة في إيه؟ متابعة تقدم الحالة، الطفل وصل لغاية فين؟ أو الحالة الصحية بتتقدم بتتأخر، هل هي ترى ثابتة؟ ده دورك أثناء وجود الطفل في الحضانة. طيب دور الأم إيه في الفترة ديت؟ دور الأم بالنسبة لنا في الفترة ده هي عملية الاسترخاء رقم واحد، الاستراحة رقم واحد، تمهيدا إن شاء الله بإذن الله إن طفلك هيجي المنزل إن شاء الله. فانت مهم جدا انك في الفتره دهيت تسترخي، تستريحي، تتغذي جيدا، غذاء صحي متكامل. ايوه معانا استاذ سامح. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، استاذ سامح معايا؟ انا عارفه دكتور، كان المدام عندي عندها انيميا، هل ده بيأثر مع الطفل لما يتولد؟ معلش وضح بس يا استاذ سامح، مش سامع كويس. المدام عندها انيميا ايه؟ المدام عندها انيميا، نقص انيميا في الدم. تمام. هل بيأثر مع الطفل لما يتولد؟ طيب في اي استفسار تاني يا استاذ سامح معانا؟ لا شكرا. ماشي اوكي يا استاذ سامح. هو بالنسبه للانيميا اللي بتبقى موجوده عند الام طبعا بتأثر على الطفل بالسلب، لان الدوره الدمويه للام مرتبطه بارتباط وثيق عن طريق الحبل السري والمشيمه بالطفل، فجميع المشاكل اللي بتبقى موجوده عند الام في نسبة 90 ل 80% منها بينتقل إلى الطفل، بما في ذلك الأنيميا. ده طبعا بيأثر على الطفل بالسلب، ومهم جدا أن الطفل أول ما يتولد يتم متابعته جيدا لتأكد أن هو لا يعني لم يصاب بالأنيميا أو لم تنتقل لمشاكل الأنيميا
اللي موجودة عند الأم. نرجع لإيه موضوعنا الأولاني اللي هو أسباب دخول الطفل للحضانة. إحنا قلنا إن في حاجة اسمها اضطرابات في الأمعاء أو الجهاز الهضمي. يعني إيه اضطرابات الأمعاء أو الجهاز الهضمي؟ في مشاكل بتبقى موجودة للأطفال الخدج أو الأطفال عند الولادة حديث الولادة، هي عدم القدرة على الهضم أو في مشكلة في الجهاز الهضمي، ما بيقدرش يهضم الحليب جيدا، وبيبقى في الغالب بيبقى فيه حاجة اسمها ريزيدوال بيطلع أو في ترجيع كتير. الحاجات ديت أو المشاكل ديت لما بتوصل لمرحلة إن الطفل ما بيقدرش يعني يتغذى أو ياخد الكمية المطلوبة اللي هي تؤدي إلى تقدم وزنه وزيادة وزنه والنمو، في الحالة دي بيبقى لازم تدخل. تدخل إزاي؟ إن هو يخش الحضانة. يخش الحضانة عشان نبدأ نعرف تشخيصيا السبب ده إيه؟ هل يا ترى هو سبب جراحي؟ هل يا ترى هو انسداد معوي؟ هل يا ترى هو اختناق أو ضيق؟ في الحالة ده هي الطفل بيخش الحضانة عشان نقدر نعرف إيه المشكلة ونبدأ ندور لها حل. هل يا ترى هيبقى الحل فيه تدخل جراحي فيه؟ أو هنحاول نغذيه قصريا عن طريق الأنبوبة المعدية؟ ودي طبعا بتبقى ليها اجراءات كتير وليها موضوع كتير. وفي الحاله ده هي بندخل انبوبه اما عن طريق الانف او عن طريق الفم للمعده بنظام معين بطريقه معينه، بعد ما نتاكد ان هي في موضعها السليم بنبدا نغذي الطفل قصريا. يعني ايه؟ دون استخدام الفم في عمليه المص او الرضاعه، عن طريق ادخال اللبن بسرنجه بطريقه معينه بمعدل معين من خلال الانبوبه دي الى المعده عشان الطفل يبدا يتغذى، عشان نبدا نوصل للوزن المطلوب. وفي نفس التوقيت ده بنحاول نعالج المشكلة اللي فيها الطفل مش قادر يهضم او مش قادر يرضع، لازم نكتشفها ونعالجها. يبقى احنا في التوقيت ده ما قدرناش ان احنا نفصل الطفل تماما عن الرضاعة، لا احنا بنحاول نواظب عليها، بنحاول نواظب على تغذيته عشان يتقدم في الوزن، وبنحاول نشخصه ونعالج السبب الرئيسي او المشكلة. نرجع لمشكلة تانية، مشكلة النزيف في المخ او مشكلة المخ والاعصاب. النزيف في المخ او مشكلة المخ والاعصاب ديت من المشاكل اللي بتواجهنا بالذات برضو في الاطفال الخدج. عدم اكتمال الجسم او عدم اكتمال النمو بيدخلنا في حاجه اسمها نزيف في المخ. دي في ناس كتير بتبقى مستغربه السبب ايه او المشكله ايه. هو عدم اكتمال النمو او عيب خلقي، فدي من الحاجات اللي بتدخلنا الحضانه. مشكله تانية بسبب برضو دخول الحضانه ايه هي؟ حالات امراض القلب اتكلمنا عنها، حالات اختلاف الشرايين، مشاكل العيون، كل دي مشاكل. طب ده معناته ان اي طفل هيخش الحضانه او لازم يخش الحضانه مولود بدري؟ لا طبعا. حالات النير ترم اللي اتكلمنا عنها اللي هي 35 36 37 اسبوع احيانا ما بتحتاجش تدخل الحضانه، وفي وقت كتير ما بتحتاجش تدخل الحضانه. زائد طبعا المشاكل الجراحيه او المشاكل الحوادث، اللي هو طفل ممكن يكون واقع من مامته او في مشكله ما حدثت، المشاكل الجراحيه اللي بتحصل تمام زي الكسور والجراحات، تمام زي انسداد فتحة الشرج وخلافه. طيب اسباب عدم اكتمال النمو الرحمي، ايه الاسباب اللي بتؤدي الى عدم اكتمال النمو الرحمي؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من شوية وقلنا ان اسباب تتعلق بالام اللي هو زي ارتفاع ضغط الحمل، إيه السكر، إيه الحوادث اللي هي تؤدي الى نزول دم او نزول مية، ديت بتؤدي الى تنزيل الطفل بدري قسريا او قهريا بسبب حاله الام اللي تتعارض مع حياتها مع حياه الطفل. طيب ايه تاني؟ الزواج المتاخر اللي هو ام عدت 35 سنه ويبدا يبقى فيه حمل، ديت مشكله من المشاكل اللي بينتج عنها اطفال احيانا بيبقوا جينيا مشوهين او مش قادرين على تكمله الحياه او يؤدي لدخول الحضانه. او الزواج المبكر قوي اللي هو الحمل اللي بيتم اقل من 18 سنه، بتبقى الام غير ناضجه كفايه ان هي تقاوم او تمد الطفل بالمواد الغذائيه فينتج دايما طفل مبتسر او طفل غير ناضج. في مشكله تانية برضو مهمه عندنا بتخلينا نتجنب دخول الطفل للحضانه، الا وهي مشكله الفحص الطبي قبل الزواج. الفحص الطبي الكروموزومي او الجيني قبل الزواج مهم جدا عندنا، لان الفحص ده هو بيبدا يكتشف لي الخلل الجيني او المشاكل الجينيه اللي فيها خلل. المشاكل الجينيه اللي فيها خلل بنبدا نتجنبها او نتجنب الزواج اصلا في المرحله دي او الفتره دي او نشوف علاجها ايه. دي مهمه جدا، وديت اوقات كتيره الاهالي بيغفلوها او بيعدوا عليها مرور الكرام،
بيبقوا فرحانين بالجواز، بس ممكن يبقى في بعد كده مشكله تانية عندنا من اسباب دخول الطفل الحضانه. ما ننساش برضو التشوهات الخلقيه او العيوب الخلقيه اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي، وديت بتحتاج لفحص كروموزومي، وحتى بعد لما الطفل ما بيتولد بيتم تشخيصه كروموزوميا جيدا عشان نشوف الطفل اللي بعد كده هنقدر نعمل فيه ايه، او هنقدر نتجنب المشكله دي ازاي، او هيبقى الدنيا فيها ايه. مشكله تانية، الاي دي ام، او الطفل لأم عندها سكر، وده باب كبير جدا عندنا في الطب. ايه مشكلة الطفل اللي أمه عندها سكر؟ وايه هو سكر الحمل؟ أول حاجة، في مشكلة أو في فرق ما بين السكر الطبيعي اللي بيبقى عند الناس وبعد كده الأم تحمل وهي أصلا عندها سكر وماشية على أنسولين، وفي سكر بيجي للأم أثناء فترة الحمل ويختفي بعد الحمل. الاثنين بيعملوا نفس المشكله، بس المشكله بتاعت السكر اثناء الحمل ان احيانا ما بيكتشفش او بيتم اهمال اكتشافه، وده بيبقى عن طريق المتابعه الدوريه وان احنا بنقيس نسبه السكر. وجود السكر عند الام بيأثر على الميتابوليزم او التكوين بتاع الطفل حتى لو السكر بتاعها مظبوط او هي مسيطره عليه، فبيؤدي الى ولاده الطفل عنده مجموعه مشاكل. اهم مشكله عندنا ان هو بيبقى وزنه زياده عن الحجم المعدل الطبيعي، بيبقى وزنه فوق الثلاثة ونص او فوق الاربعة كيلو. طبعا يعني الام تبقى فرحانة جدا وطفلها بيبي كبير، لا هو كبير اه بس مش صحي كفاية. احنا نقدر نشوف هنا من الصور دي برضو الضوء الطبي اللي هو الضوء الازرق اللي احنا شايفينه ده، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقة سابقة عن الصفرة، تمام. ودي وحدة الحضانة او الحضانة ذات نفسها، بيتم تنسيق ما بين درجة حرارتها ومعدل الضوء الطبي، تمام، فبناء عليها نقدر نشوف ان فيه. طبعا الطفل هنا وضعينه النظارة اللي على العين عشان نتجنب مشاكل الضوء الطبي مع العين، طبعا لابس البامبرز او مغطين اعضاء التناسلية عشان المشاكل دي. هنا في اجهزة متوصلة على الصدر عاملة زي الباتشز او زي اللزقة، الاجهزة دهيت اللي من خلالها نقدر نعرف معدل ضربات القلب، التنفس ماشي ازاي، التشبع بالاكسجين ماشي ازاي، شكل معدل ضربات القلب ماشي ازاي. او في صورة تانية برضو ممكن نعلق عليها. هنا الطفل وزنه 4 كيلو 100، ده طفل معدي، ده طفل معدي الوزن بتاعه او الوزن الطبيعي، وزنه الزيادة. بيبقى في الخوف في الطفل زي ده ان هو ممكن يكون لأم عندها سكر، وده يجب متابعة السكر جيدا ليه، وعن طريق حاجة اسمها الراندم بلاد شوجر او السكر العشوائي بالجهاز عشان نتاكد ان مستويات السكر عنده ثابته، يتم فحصه جيدا عشان نتاكد ان مفيش مشاكل في الرئه، مفيش مشاكل في القلب، ودي احنا كنا هنتكلم عنها بعد شويه، تمام. الطفل ده بيحتاج متابعه في ساعاته الاولى، متابعه جيده جدا. نشوف صوره ثانيه، ده طبعا طفل مبتسر مولود بدري عن ميعاده، زي ما احنا شايفين متوصل باجهزه، متوصل بالاجهزه اللي احنا شايفينها، تمام تمام. فالطفل ده الطفل المبتسر ده الله يكون في عونه، بس هو دلوقتي متوصل على جهاز اكسجين، وزي ما احنا شايفين في نسبه صفره فيه، نسبه الصفره اللي موجوده دهيت، تمام. هيتم تشغيل الضوء الطبي ليها. هنا نقدر نشوف الفرق ما بين طفلين، طفل في وزنه او معدله الطبيعي وطفل ضخم هيوج. الطفل الضخم ده اللي هو وزنه معدل 4 كيلو ده في الغالب لأم عندها سكر، ما نفرحش قوي ان الطفل وزنه تقيل بالمنظر ده، لا ده نبدا نخاف ونبدا نقلق ونبدا نشوف معدلات السكر بتاعتنا ماشيه ازاي، نقدر نشوف الطفل ده هل يا ترى نفحصه جدا الرئه بتتناسب عملها مع الجسم ولا لا، القلب متناغم في تعامله مع الجسم ولا لا. فنقدر نقول ان الطفل الضخم مش حاجه كويسه على قد ما هو ان احنا لازم نبقى قلقانين. طبعا الطفل اللي جنبه طفل في الوزن الطبيعي، احنا ديت مقارنه ما بين الشكلين. لو في صوره تانية، ده طبعا طفل في حضانه زي ما احنا شايفين الوزن بتاعه مكتمل، ممكن يكون داخل بسبب برضه مشكله السكر، او ممكن يكون داخل بسبب مشكله اخرى في الرئه او في التنفس، متوصل بالاجهزه بتاعت الحضانه عشان نقدر نتابع المونيتورنج اللايف سايكل بتاعته ماشيه ازاي. ده طفل اسمه فيري لو بيرسويت، وده في الغالب طفل بيبقى وزنه الوزن الطبيعي اقل من الوزن الطبيعي، اقل من كيلو 800 جرام كمان. ده
زي ما انتم شايفين مقارنه بحجم اليد شكله ايه، ده وزن ضعيف جدا، في متوصل بجهاز تنفس صناعي. لو شفنا عند الانف والفم في انبوبه زرقاء متوصله بانبوبه حنجريه تفرض على جهاز تنفس صناعي طبعا لفشل الرئه ان هي تقوم بوظيفتها. نقدر نشوف صوره تانية، ده برضو طفل مبتسر. تمام، الطفل المبتسر ده هنلاقي متوصل بخراطيم كتيرة اللي احنا قلنا عليها بتبقى مقلقة للأم. الخراطيم الكتيرة دهيت هي اللي بتحاول نحافظ بيها على الحياة بتاعت الطفل. زي ما انتم شايفين حجم الطفل ضعيف جدا وربنا يستر معاه. ديت الحضانة داخلها طفل، الحضانة دي بتبقى ليها شبابيك كتير من كل جنب عشان نقدر نتعامل على الطفل. في صورة تانية، تمام، ففي عجلة شديدة نقدر نقول الطفل المبتسر هو الطفل الغير ناضج المولود بدري عن ميعاده اقل من 35 اسبوع فيما اسفل وفيما تحت، وزنه اقل من الوزن الطبيعي اللي هو المفروض من 3 كيلو ل 3 كيلو وربع. غير ناضج يعني مفيش حاجة فيه ناقصة، غير ناضج معناته ان الطفل دوت جميع اعضائه موجودة تشريحيا ولكن لا تقوم بوظيفتها كما يجب بسبب عدم نضج الخلايا. الطفل المبتسر طفل بيحتاج الى مساعدة شديدة جدا، بيحتاج الى حضانة. طب يا دكتور انا امتى ابني يطلع من الحضانة او امتى ابني هيجي المنزل؟ ده سؤال مهم جدا. الناس معتقدة ان الطفل اذا كان مولود مثلا في الشهر السادس او في الشهر السابع هيكمل لغايه التاسع في الحضانه، ده اعتقاد خاطئ. الطفل بيخرج من الحضانه مجرد ما يبدا يعتمد على نفسه. يعني ايه يعتمد على نفسه؟ يعني ما بيبقاش محتاج اكسجين، مش محتاج لاجهزه مساعده للحياه، مش محتاج سباب، مش محتاج ميكانيكا فنتيليشن، اصبح ياخد هواء ربنا الطبيعي، الهواء الطبيعي اللي موجود بياخده وبيتنفسه ومفيش فيه مشكله فيه. بدا يرضع كويس، يهضم، ياخد الكميه المتناسبه اللي هو يتخليه يتقدم ويتغذى. في الحاله دي نقدر نقول ان الطفل ده بعد فحصه جيدا نتاكد من سلامه عدم وجود مشاكل اخرى يقدر يطلع من الحضانه. طب ايه الوزن اللي ممكن الطفل يطلع فيه من الحضانه، او ايه الوزن اللي ممكن الطفل نطلعه من الحضانه؟ احنا الطفل في فتره الشتاء اقل وزن نقدر نطلع عليه كيلو 800 جرام، في فتره الصيف الوزن اللي ممكن يطلع عليه من كيلو 500 لكيلو 600 جرام. طبعا مع ان في انجلترا الوضع بيختلف شويه بيطلعوا على 2.5 كيلو. تمام، ده الاوزان المفروض الطفل يبدا يخرج فيها من الحضانه. طيب وظيفه الام عند خروج الطفل من الحضانه ايه، او ايه الام هتعمله لما الطفل يخرج من الحضانه؟ مهم جدا عندي ان الام في فتره خروج الطفل من الحضانه او هو يبدا ينتقل للمنزل عندها المراقبه الجيده ليها. يعني ايه المراقبه الجيده؟ يعني اشوف الطفل معدل تنفسه ماشي ازاي، هل يا ترى بينهج، هل يا ترى تحس ان هو ساكت خالص او نفسه ضعيف خالص، هل يا ترى في نتة الطفل ما بيقدرش ياخد نفسه جيدا. طيب هل يا ترى لون الطفل بيتغير بالذات مع العياط او بالذات مع الرضاع او بعد الرضاع لونه بيتغير؟ يعني ايه؟ يعني لونه يميل الى الزرقاء، والمقصود بالزرقاء اللي هو اللون الازرق. تمام، فدي مهمة جدا. طيب نراقب ايه تاني في الطفل وهو موجود عندنا في المنزل بعد ما خرج من الحضانة؟ نراقب الجهاز الهضمي، يعني ايه؟ الاخراج، هل يا ترى بيخرج البول والبراز بتاعه جيدا ولا لا؟ هل يا ترى في صعوبة في اخراج البراز؟ هل يا ترى البراز اللي بيخرج اسهال ولا براز ناشف؟ تمام، هل يا ترى في انتفاخ ولا لا؟ مهم جدا ان الام تراقب كل الكلام ده، الانتفاخ بيزيد ولا بيقل. طيب لون الطفل لونه بيتغير لزرقة ولا لونه بيصفر او الصفرة بتروح او اللون الاصفر بيروح؟ نراقب الالوان جيدا. طيب الطفل الرضاع، الرضاع بياخد الكمية الجيدة؟ يعني ايه الكمية الجيدة؟ اللي هي حوالي 30 سنتي فيما فوق ولا ما بياخدش الكمية دهيت؟ الرضاعة مهمة جدا عندنا برضو نعرف فيها، الطفل بعد الترجيع بعد الرضاعة بيرجع ولا مفيش ترجيع مع الرضاعة؟ ولازم نميز جيدا ما بين الرضاعة والقشط. يعني ايه الرضاعة الترجيع والقشط؟ الترجيع ان الطفل بيرجع الكمية كلها، وبيبقى الترجيع في الغالب تلاقي نطر اللبن او طلع لبن لقدام، لكن القشط دي بتبقى اللبن بينزل على الجنب بيسيل، ودي بتبقى الطفل اخد الكمية بزيادة شوية. طيب احنا ايه المهم عندنا في الرضاعة او رضاعة الطفل عند الخروج؟ ان احنا نتجنب القشط المستمر بان احنا ما نديش كمية زيادة عن الحد المعتاد او الحد المطلوب، رقم واحد.
نرفع الطفل على كتفك، ترفع على كتفك بدايه تكرعيه. في امهات تسالني تقولي طب يا دكتور انا ما بسمعش صوت التكريع. ماشي، مش مشكله، مش مهم، بس وجود الطفل في وضع الاركت او الوضع الواقف وعلى كتفك وتبداي تخبطي من تحت لفوق، ده مهم جدا انك انت بتحاولي اللبن يبدا يستقر في المعده وينزل، واي غازات في البطن تبدا تطلع. مهم عندنا ان احنا نعرف كويس قوي برضو الطفل خارج من الحضانه يجب ان يكون في جو صحي نظيف، خالي جدا من الاتربه، خالي من الدخان سواء اذا كان في مدخن في البيت او في ابخره في المنزل نتيجه طبعا للطهي وخلافه، نبقى حريصين مفيش الكلام ده. وارجع اقول ان مش علامه الحب او التقدير هي القبلات، يعني مفيش داعي ان كل طفل في البيت يبوس الطفل او حتى الكبير يبوس الطفل، لان ده عرضه لنقل العدوى للطفل. احنا ممكن يجي لنا دور برد بس عشان مقاومتنا وجسمنا كبير ما بيظهرش علينا، بس ده مع الطفل هيبدا يظهر ويبان. احنا نتجنب القبلات، نتجنب شيل الطفل المستمر في الفترات الاولى ديت حاجه. طيب بالنسبه لدرجه حراره الجو لما الطفل يخرج من الحضانه ويبقى موجود في البيت، احنا نقدر نقول ان لو في فتره الصيف وفي مكيف مفتوح نحاول نبقى درجة الحرارة تبقى مظبوطة على 24-25، ويكون الطفل نراعي ان هو بني ادم. يعني ايه؟ يعني ما لفهوش بحاجات كتيرة قوي وبطاطين وكوفرتات ولبس ويبدأ ادخل الطفل في حالة من العرق الشديد، العرق الشديد او العرق المستمر يبدأ يفقدني سوائل، وفي نفس ذات الوقت ما بقاش اللبس خفيف، لا متناسب زينا ككبار بالظبط او زينا كادلت، ان الطفل نحافظ على درجه الحراره بتاعته تدفئه بس ما تكونش زياده عن اللزوم. لو في مروحه ممكن تبقى مفتوحه بس وشها معاكس لوجه لاتجاه الطفل، يعني الطفل هنا يبقى وشها في الجانب الاخر ومفتوحه بصوره هاديه. مهم جدا ان اي تغيرات تلجأ لطبيبك او طبيب الاطفال حديث الولاده الخاص بيكي او الحضانه مره من اخرى لو في اي تغيرات حصلت في اللي فات ده كله. مهم جدا برضو ان احافظ على صحتي انا كأم وسلامتي بان انا يتم غسل الثديين جيدا لانهم بيبقوا شايلين بكتيريا ويعملوا مشاكل ديت حاجة. الحاجة التانية لو في بيبرونة تتغلى جيدا قبل الرضاعة وبعد الرضاعة، ولو اللبن الصناعي للطفل بياخده في بواقي او متبقي ما استخدموش مرة اخرى، اسيبه او ارميه وبعد كده اعمل لبن جديد في ميعاد الرضعة المقبلة. نلتزم بمواعيد الرضاعة كل 3 ساعات علشان نقدر نحكم نعرف اللي داخل الطفل قد ايه. اخيرا وليس اخرا اقدر اقول ان صحة الطفل امانة ما بين ايدي الاباء، يجب ان احنا نكون جيدين منتبهين جيدا، ونقدر نقول ان ربنا يحفظ اطفال مصر ان شاء الله باذن الله من كل سوء ومن كل شر. وكان معكم دكتور وائل سيد احمد نصر اخصائي اطفال حديثي الولاده في برنامجكم مستشارك الطبي. ارجو ان نكون استفدنا واستمتعنا بالحلقه. اشكرك. تواصل مع قناه الصحه والجمال، الموقع الرسمي للقناه www.صحه.tv، ويمكنكم مشاهده برامج القناه على صفحه القناه على اليوتيوب www.youtube.com/الصحه channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحه tv، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحه tv.